اتفضل يا دكتور. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب في كل مكان، الإخوة والأخوات، الأصدقاء، الأحبة، في كل مكان، في محاضرتنا الرابعة في الشهر الأول من عام ألف سوري مش ألف أخسر استغفر العظيم من عام 2021، داخل التحدي الكورونا لينا وتحدينا للكورونا، داخل تحدي الكورونا لينا وتحدينا للكورونا. وزي ما قلت أنا في الثلاث محاضرات الماضية، الكورونا لن توقفنا ولن تعجزنا ولن تعطلنا عن بناء مسيرة مجتمعية من أجل بناء مجتمع مدني قوي في كل مكان وفي كل زمان. أنا طبعا بشكر الشباب اللي بيساعدوني في عمل هذه المحاضرات، اللي منهم علي الشوى وأحمد الشيخ ومحمد يوسف، جزاهم الله خيرا أنهم بيعطوا الوقت الكافي لإخراج مثل هذه الأشياء. وكانت المحاضرة عن سوريا غير مبرمجة لهذا الأسبوع، خاصة إن كان في عندي أشياء تانية عايز أتكلم عنها، لكن الكارثة الإنسانية اللي حصلت بعد هطول الأمطار في سوريا، خاصة في أماكن النزوح في شمال غرب سوريا في منطقة إدلب، وكذلك سقوط بعض الثلج وقلة الموارد المتواجدة عند الناس هناك وقلة الإمكانيات، سواء كانت غذاء أو دواء أو خيام أو أماكن للإيواء، خلتنا نحن نقدم هذه المحاضرة على الأشياء الأخرى اللي هي تعتبر أشياء تقليدية أكثر. الشريحة دي اللي هو الفهرس اللي عندنا. فانا ارجو من الشباب اللي موجودين بيتفرجوا علينا النهارده انهم يشاركونا عن طريق الزوم، لان في شرائح كتيره زي ما انا بقول في كل محاضره، علشان تستفيدوا من ما كتب داخل هذه الشرائح. عندنا الفهرس فيه 8 نقاط هنتكلم عنها: المقدمه، بعدين التركيبه السكانيه في شمال غرب سوريا، بعدين ملخص الاحداث الانسانيه في شمال غرب سوريا من خلال عام 2020، وبعدين عوامل فشل الحراك التغييري المجتمعي ومحاربه الفساد في المجتمعات، ومن هم المسؤولون عن الماساه السوريه او اي ماساه زي الماساه السوريه، القواعد الثلاثه الاساسيه في الخروج للحل اللي معتقد ان كتير جدا منكم مش هيقتنعوا بيه، لكن مع ذلك انا بقوله لان انا بؤمن بان لابد نجد حلول اخرى موازيه للحلول التقليديه اللي احنا كنا بنستعملها من زمان. النقطة الأخيرة خطوط وخطوات الحل، والثامنة اللي هي الخاتمة والرسالة بتاعتنا، اللي احنا رسالة في هذه المداخلة. الشريحة نحن عارفين طبعا الأحداث السورية بدأت من حوالي 10 سنين، يعني الشهر 15 مارس 2011 2021 هيكون لها 10 سنين بالضبط. بدأ كحراك شعبي عفوي مطالب الحكومة بالمزيد من الحريات والإصلاحات، ثم أخذت توسع جماهيري على مستوى الوطن كله، وفي خلال فترة قصيرة جدا، وبعدين حصل يعني عدم استجابة من الحكومة المركزية مثل هذه المطالب اللي هي مطالب إصلاحية من الجماهير، ثم تحول هذا الصدام إلى صدام مسلح ما بين الحكومة ما بين بعض فئات الشعب السوري، فتحول من هذا الى ان يعني الى مصدمات داميه ادت الى مقتل الكثير او العديد من ابناء الشعب السوري وجرحهم ووضع الكثير منهم في المعتقلات والسجون. كثير جدا من تقارير الامم المتحده اللي طلعت بتقول ان فئه كبيره جدا من الشعب السوري تحت حد الفقر وبيحتاجوا لدعم كبير جدا لإعادة بناء حياتهم المعيشية في اليوم والساعة إلى آخره. وظائف، أمن، استقرار، خدمات اجتماعية، صحية، تعليمية إلى آخره. بل ازدادت الأحداث بلاءً في أن تحول هذا إلى فقدان التوازن النفسي عند الكثيرين من ابناء الشعب السوري، اللي ادت الى ان بعض تقارير الامم المتحده بتقول ان الناس بحاجه الى مساعده عاجله للتعامل مع التداعيات
النفسية لأبناء الشعب السوري، اللي احنا عايزين ايه، دعم نفسي وعقلي للنازحين في الداخل، ها، اللي هم قد يكونوا اكثر من 6 مليون نسمه في الداخل السوري. اصبح جزء كبير منهم بيعاني من هذه التداعيات النفسيه والعقليه اللي مرت عليه في خلال العشر سنوات الماضيه. وطبعا اوتشا او مكتب الشؤون، مكتب الامم المتحده لتنسيق الشؤون الانسانيه، قال ان في 11.7 مليون شخص سوري يحتاجوا المساعدة الإنسانية والحماية في نفس الوقت، لأن ما زال في مناطق كثيرة في الداخل السوري في ما زال يعني صدامات عسكرية حادثة إلى أيامنا هذا. طبعا الشمال غرب سوريا بيكون فيه أكثر من 3 مليون نسمة أو 4 مليون نسمة تقريبا، نصفهم من النازحين ونصفهم من اللي هم أبناء المنطقة الأصليين. ونصف هؤلاء النازحين على الأقل نزح مرة أو مرتين أو ثلاثة إلى أن يصل لمثل هذا المكان. إلى أن يعني تخيلوا أب وأم وزوجة، أب وأم وأطفال، أو زوجة وزوجة وأطفال، أو أم من غير زوج، أو أطفال لوحدهم، أو عائلات تشردت ونزحوا مرة واثنين وثلاثة لكي يصلوا إلى الشمال غرب سوريا في منطقة إدلب وريف إدلب إلى آخره. بيعيشوا طبعا كلهم في خيامات عشوائية، واللي بيعيشوا في خيمة عشوائية أكثر من 5.6 مليون سوري. لا، هناك أيضا خارج سوريا 5.6 مليون لاجئ سوري بيطلبوا اللجوء في الدول المجاورة زي لبنان وزي الأردن وزي تركيا. وطبعا في كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 13 مارس 2020، وبمناسبة دخول الصراع المسلح ده العام العاشر، قال فيه أن عدد القتلى والجرحى في الداء في سوريا مش معلوم. والأسف ده ناهيك عن عدد اللي هم المختفين، مش معلومين على الإطلاق على الإطلاق على الإطلاق. في إحصائيات كثيرة جدا تقول أرقام، لكن هذه الأرقام ما هيش مكتملة لعدم دقة الحصول عليها. الشريحة الثانية دي التركيبة السكانية في الشمال الغرب سوريا، فيها حاليا دلوقتي 4.2 مليون نسمة. السكان الأصليين المقيمين في هذه المنطقة قبل النزوح كانوا 2.2 مليون، أضيف عليهم 2 مليون نسمة، يعني حوالي تضاعف عدد السكان مع قلة الخدمات اللي كان موجودة أصلا قبل ما يأتيهم هذا العدد من السكان. فأصبح عدد النازحين بيساوي قرابة 50% من عدد السكان كلهم اللي موجودين مثل هذه المنطقة. يضاف إليها في حوالي 73 ألف لاجئ من العراق ومن فلسطين. يبقى 4.2 مليون من السوريين نازحين ومقيمين زائد 73 ألف نسمة، يعني 4.3 مليون نسمة. عدد الأطفال في سكان شمال غرب سوريا بيساوي بالنسبة للأطفال لأقل من 5 سنين 700,002، اللي ما بين 5 سنين و15 سنة يساوي 552,000، اللي ما بين 15 و18 سنة يساوي 155,000. يعني احنا جمعناهم كلهم على بعض هيطلعوا قرابة 1.4 مليون نسمة من الأطفال. يعني 1.4 مليون نسمة من 4.2، يعني حاجة 33-35% من سكان شمال غرب سوريا يعتبروا من الأطفال ما دون سن 18 سنة. عدد المخيمات اللي موجود في الشمال الغرب سوريا بيساوي حوالي 1304 مخيم. عدد القانتين داخل المخيمات دول بيساوي 1,048,000. عدد المخيمات العشوائية بيساوي 330,000. عدد القانتين
ضمن المخيمات العشوائية بيساوي 187، يعني 187 ألف سوري عايشين داخل مخيمات عشوائية. معناها عشوائية إيه؟ يعني ما فيش ليها أي رعاية من الأمم المتحدة. ده خطر جدا، خطر جدا على عدم توفر أساسيات الحياة لمثل هؤلاء الناس. الحالات الخاصة ضمن المجتمع اللي موجودة، عدد الأيتام اللي أقل من 18 سنة حوالي 198 ألف، عدد الناس المصريين اللي عندهم احتياجات خاصة بيعتبروا 199 ألف، وعدد اللي هو الأرامل اللي ما عندهمش معيل يعتبر قرابة 47 ألف. دول الحالات الخاصة ضمن المجتمع اللي عايش فقط في الشمال الغرب السوري. معدل النمو السكاني والوفيات، يعني النمو السكاني يعتبر 2.1% من السكان اللي هم موجودين هناك، والوفيات 5.56% من عدد السكان الموجودين. ده بالنسبة لحالة الشعب اللي عايش في 1300 مخيم منهم، وعايش كذلك في 393 مخيم عشوائي، اللي منهم حوالي ثلثهم ل 40% منهم من الاطفال ما دون ما دون الايه 18 سنه، ونصهم نصهم او نصهم تقريبا هم نازحين، جم من اماكن اخرى من سوريا، زائد لاجئين عراقيين وفلسطينيين سكنوا في منطقه كان اصلا فيها 2.2 مليون نسمه، فاصبحت تضاعف العدد في سنين قليله مع قلة أو ندرة الخدمات الموفرة لمثل هؤلاء الناس في هذا المكان. فهي كارثة كارثة كارثة. لذلك أنا بقول إيه؟ هل نحن مجرمون؟ أنا بقول لكم نعم، وأنا منكم. تريحة؟ تريحة لو سمحت. دول شريحتين آخرين بيتكلموا عن الأحداث الإنسانية في خلال 2020، في عدد النازحين لو أنتوا تقروها بعد كده عشان الوقت، المدنيين خلال العمليات العسكرية اللي حصلت هناك، اللي هتلاقي موجودة هي العائدين من مناطق النزوح بعد وقف إطلاق النار، موجودة الأرقام دي موجودة هناك، المنشآت والبنى التحتية المستهدفة موجودة أيضا موجودة هنا هو، وفي في القائمة الأخرى الأوضاع الإنسانية في المخيمات، زي ما احنا قلنا عدد المخيمات 1804 و1803، والناس واللي عايشين فيها مليون ومليون و48 ألف. الحرائق بقى اللي حصلت، حصل حرائق وحصل حالات تسمم وحصل حالات أخرى. المخيمات اللي تضررت من الأمطار حوالي 142 إلى آخره. طبعا تقييم الاستجابة الإنسانية بشكل عام داخل 2020 موجودة عندنا، أنا هقراها دي مهمة جدا بالنسبة لنا احنا، لأن احنا نهتم بالعمل الإنساني داخل المناطق دي كلها. يعني الاستجابة الإنسانية بشكل عام خلال 2020 وفت 60% مما يحتاجه الشعب من الأمن الغذائي وسبل العيش. دي نمرة واحد. وفت 46% مما يحتاجه الشعب العايش في الداخل السوري في شمال غرب سوريا في قطاع المياه والإصحاح اللي هو الصحة. وفرت حوالي 61% من قطاع الصحة والتغذية. وفرت 56% من قطاع المواد الغير غذائية اللي هي الناس إيه بتحتاجها. وفرت حوالي الحماية، يعني الحماية هم عايشين في مجتمع غير آمنين على أنفسهم فيه، 38% من احتياجات الشعب لحماية نفسه. القطاع المأوى 44% اللي وصلت له، وقطاع التعليم 43%. يعني التعليم والمأوى 43% 44%، والحماية 38%، والحماية طبعا في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن المليون نازح في داخل المعسكرات اللي هم 1300 معسكر، ده المعسكرات العشوائية، نسبة الحماية ليهم أقل من 38%. طبعا دي بعض الاحلام كان بالنسبه للشباب، اللي هم بيقولوا كنا نحن كشعب سوري
عشنا سنوات عايزين بنحلم ان يكون عندنا مجتمع نستطيع ان نبنيه، نبني فيه مجتمع مدني قوي الى اخره الى اخره، وبعدين زي احلام الشباب ما بيحلموها في كل مكان، بيحاولوا من خلال الحراك الشعبي لعمل تغيير مجتمعي، بيحلموا مستقبل جميل، بيحلموا بالحريه، بيحلموا العداله الاجتماعيه، بيحلموا بالكرامه، بيحلموا الى اخره. لكن طبعا للاسف زي ما احنا شايفين في الصور، صوره النزوح اللي موجوده من كل مكان من الوطن السوري، من الحسكه ومن او يا ربي ومن حمص ومن حلب الى واماكن اخرى الى ادلب موجوده، اللي هي تضاعف عدد السكان فيها 100% في خلال السنوات الماضيه. طبعا ده خطر جدا 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 على صحه وبقاء الناس في هذا الجو المخيف. فانا قلت انا بعتذر لسوريا بعد 10 سنوات وبقول ايه، عذرا سوريا، فنحن كلنا وانا اولكم من المجرمين. في الحراك الشعبي اللي بيحصل في اي مكان في العالم، في بعض عوامل الفشل بتحدث بداخله، هتكلم انا عليها سواء كان في سوريا او غير سوريا، سواء كان في سوريا من عوامل فشل حراك التغيير المجتمعي ومحاربه الفساد. انا حطيت 11 عامل هنا. اول حاجه، الناس طيبين وغلابه ونواياهم حلوه الى اخره، وعندهمش خبره. ما عندهمش خبره، ما عندكش خبره، ما تلاحظش طيب في ابناء المجتمع. هترجع السياسه انت وين؟ يا محمد كان ميوت، ايش بك مجنونه؟ ميوت يا محمد. ادمي ميوت. فايز هند بريك محمد. طيب طبعا في داخل اي حراك مجتمعي في بعض الناس، ليه بيفشل الحراك المجتمعي؟ اول حاجه، الناس طيبه وغلبانه وعلى نيتها وما عندهاش خبره، ودي مصيبه سوداء. الطيبه كويسه بس لنفسك، لكن الشارع عايز اهل الخبره. دي نمره واحد. عفويه، ما فيش تخطيط، ما فيش ترتيب، ما فيش جمعيات، ما فيش رؤيه، ما فيش. عواطف، ناس عاطفيه. عاطفية، العاطفة ما تنفعش تعمل أي إصلاح مجتمعي. الإخصاء، بعض الناس لما بيوصلوا لسدة الحكم أو وصلوا للسلطة بيخصوا الآخرين، وده خطر جدا، وده حصل في أماكن كتيرة جدا لازم إننا نتكلم عنها. التردد، الناس تكون مترددة. الناس مترددة ليه؟ إذا كنت أنت قادر على إحداث تغيير مجتمعي فتوكل على الله بعد ما تاخد الخطوات الأساسية لعمل الحراك المجتمعي وعمل التغيير المجتمعي. التعجل، الناس عايزه يعني بكره تبقى كل حاجه خلصت. يعني انا بضرب مثل وضربت مثل يمكن عشرات المرات لغايه ما انتوا كتير جدا منكم مل مني. قلت في ايه؟ قلت حتى ربنا اعطانا المثل في الحمل، ان زوجتي لما بتحمل بتاخد 9 اشهر، ولما ابني بيولد علشان يخش المدرسه بياخد 4 سنين او 5 سنين، ولما بيتخرج من الجامعه او كذا بياخد حوالي 20 سنه، يعني يكون عنده 25 سنه. ابني لما بتجوز زوجتي ما بينزلش من بطن امه، يطلع استاذ في الجامعه على طول. فليه احنا بنتعجل؟ ليه بنتعجل؟ وخاصه ان احنا بنعمل تغيير مجتمعي، والتغيير المجتمعي ده بياخد سنين او عشرات السنين. ما بنتعلمش من التاريخ. في احداث حصلت في التاريخ لابد نتعلم منها. كيف تحول الحراك المجتمعي في شرق اوروبا وبنى دول مستقله في نهايه عصر الاتحاد السوفيتي؟ ها؟ فمتعلم من التاريخ ودروسه والاخفاقات والانجازات اللي عملتها الشعوب في اماكن مختلفه. ليه ما نبنيش تحالفات؟ المجتمع دلوقتي ما اصبحش فصيل واحد، ما اصبحش لون واحد، ما اصبحش دين واحد، ما اصبحش ثقافه واحده، ما اصبحتش مرجعيه واحده، ابدا. المجتمع اللي عندنا لو عملنا زوم ليه جوه في الداخل، وزوم وزوم وزوم، هنجد داخل هذا المجتمع فيه يمكن آلاف من الثقافات والقيم، ولكن لابد ان نستوعب كل هؤلاء الناس من اجل احداث اللي هو الحراك المجتمعي الذي يؤدي الى التغيير المجتمعي المنشود. ليه بننحاز لتيار دون تيار؟ احنا كلنا نرى المجتمع ونرى الوطن. نحن ننزل يعني ايه؟ نحن نريد لمجتمعنا ان يتغير. فلذلك لما يتغير المجتمع لابد ان يتغير بكل ابنائه وكل اطيافه مع بعضها، ولا ننحاز لتيار دون تيار. وليه؟ لان كل مجموعه مننا بتحاول انها تستاثر
بيكون صوته أعلى من المجموعة الأخرى، وعدم التنازل من شخصيتنا الاعتبارية من أجل الشخصية الاعتبارية الوطنية للوطن كله. والأخرى الأخيرة وليست الأخيرة، عدم وجود رؤية وعدم وجود قيادة تستطيع أن تتعامل مع مثل كل هذه الأشياء. يمكن أنا كتبتها في نفس اليوم ده من 7 سنين، 26 يناير 2014. فعشان كده لما شفت البوست لما جاي النهاردة الصبحية قلت لما أحطه عشان نقول للناس مهما عملنا لابد أن نتدرج في كل ما نقوم به من أجل الإصلاح، والإصلاح من أجل الجميع، لا من أجل الصدام ولا من أجل التسلط ولا من أجل الإقصاء. الصورة الشريحة دي بعض المسؤولين اللي هنتكلم عنهم اللي هم مسؤولين فعلا عن الملف داخل الوطن السوري أو داخل أي وطن في أي مكان فيه مشكلة. الخمس أو ست مجموعات دول هم المسؤولين الأوائل عن المشكلة وعن الحلول. نجيب نمرة واحد اللي هو أول حاجة الحكومات، سواء كانت الحكومة المركزية أو حكومات مؤقتة. أول الحكومات اللي أنا أذكرهم من هو اللي هم الحكومات المستفيدة من الصراع السوري وفي الداخل السوري، أو الحكومات بتاعت الدول المجاورة، أو الحكومات بتاعت الدول الإقليمية والدول العالمية. كل هؤلاء الناس هم جزء من المشكلة وجزء من الحل في نفس الوقت. دي نمرة واحد الحكومات. نمرة اثنين المؤسسات الحكومية مسؤولين أيضا. مؤسسات حكومية زي إيه؟ زي الأمم المتحدة، زي الاتحاد الأوروبي، زي جامعة الدول العربية، زي منظمة التعاون الإسلامي، زي منظمة العدل الدولية، زي كل المؤسسات اللي هي فيها الدول أعضاء من الحكومات. دول ليهم المسؤولية الأولى. فالمسؤولية الأولى عن الحكومات، المسؤولية الثانية عن المؤسسات الحكومية، لأن المؤسسات الحكومية تنفذ سياسات حكوماتها سواء في الدعم أو وضع الحلول لمثل هذه المشاكل. المؤسسات الدولية الأخرى اللي هي مستقلة عن الحكومات زي المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية أو حقوق الإنسان، والمؤسسات البحثية والمؤسسات الفكرية والمؤسسات الإعلامية ومؤسسات المنصرة والدفاع وغيرهم. كل هذه المؤسسات هي مسؤولة أو هي جزء من الحل وجزء من المشكلة كذلك إن لم تستطع أن تجد حل لهذه المشكلة. مؤسسات المجتمع المدني كذلك هي مسؤولة. يعني أنا لا لا لا, لا أحمل مجموعة من دول مسؤولية ولا وأحمل، يعني أنا أحمل الجميع المسؤولية. مؤسسات المجتمع المدني سواء كانت دولية إنسانية زي أوكسفام وسيف ذا تشيلدرن، كل المؤسسات الدولية دي كلها، وده المؤسسات المحلية الاجتماعية الخدمية والإغاثية والخيرية، وزي المؤسسات الإعلامية والتوثيقية، وزي المؤسسات والاتحادات والنقابات والائتلافات وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدينية والأحزاب السياسية والعشائر والقبائل والعائلات والأندية، حتى الأندية الرياضية إلى آخره، أو المراكز الاجتماعية إلى آخره. كل هذه الأشياء اللي بنتكلم عنها هي جزء، هي طبعاً هم مسؤولين لأنهم جزء حقيقي من المجتمع اللي احنا بنعمل فيه، وهم جزء واقعي يستطيع أن يتعامل مع المشاكل ويضع لها حلول. والمجموعة الخامسة هي المجموعة اللي هنتكلم عنها، وهي ايه اللي هي انا بس مش عارف اقرا العنوان فوق يا محمد. لا الشريحة اللي كده اللي فوق اسمه ايه بس مش شايفه. المجموعة الخامسة اللي هي اللي منها رجال الدين، لا الشريحة اللي قبل كده لو سمحت، الشريحة اللي قبل كده، ايوه دي رجال الدين. رجال الدين لهم دور مهم جدا 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 في أي مجتمع، سواء كان في مجتمع مستقر أو مجتمع في حراك أو مجتمع في صراع دم وإلى آخره. لابد أن يكون رجل الدين مستقل استقلال كبير عن أي صراع داخل أي مجتمع من المجتمعات دي، ولا يلوي عنق الدين وعنق فتاوى الدين من أجل فصيل معين أو من أجل شخصية معينة أو من أجل حكومة معينة. فلذلك بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن رجل الدين الذي يفهم الدين المجتمعي. هناك في دين يعني خلقي ودين ايماني، وهناك في دين مجتمعي يطبق اركانه بالعداله والحريه والمساواه ده بين ابناء المجتمع. ورجال الدين لابد ان يكونوا فوق الشبهات بما بمواقفهم الحياديه من جميع الاطراف مع قوانين الحق. الشباب اللي هم يعتبروا زي ما انا قلت في إدلب
الشباب بيسووا حوالي 35 40% من سكان إدلب نفسها، اللي هي جزء صغير من سوريا او في اي مجتمع، لو بيسوون حوالي 40 ل 50 او 60% في بعض الدول الاخرى. الرموز اللي بيطلعوا في التلفزيون ويتكلموا ويصرخوا ليهم ملايين بيسمعوهم وبيمشوا وراهم، دول ليهم مهمه كبيره جدا، وهم مسؤولين ايضا عن انهم جزء من المشكله وجزء من الحل كذلك. رجال الاعمال اللي جايين بمؤسساتهم فقط عشان يستفيدوا، مفيش حكومه، مفيش مؤسسات قويه تراقب الفساد اللي هناك، مفيش فبيجوا يفسدوا المجتمع ويسرقوا مقدرات مثل هذا المجتمع. المانحين التقليديين من ابناء الدول، انا بتكلم عن ايه؟ منح تقليدي، يعني عايز يطبق في المكان اللي فيه اشياء على مزاج المانح، مش على قيمه وقدر وحاجه المستفيد. المستفيد يريد شيء، والمانح التقليدي ده يرى ان الشيء اللي هو بيعايز يطبقه هو اللي بيؤمن به، وليس ما يحتاجه مجتمع النازحين ومجتمع اللاجئين. النجوم والرموز المجتمعية المفكرين، واحنا بنسميهم النخب والحاجات دي كلهم، ياما افسدوا، وياما بعد عام 2011 شفنا ورق توت سقط عن العشرات والمئات والالاف من مثل هذه الشخصيات التي لم نكن نعتقد انها تهبط لمثل هذا المستوى من الحضيض. النجوم ورموز الفن، الفنانين والادباء لهم جماهير مختلفه. شايف احنا بنتكلم عن مجتمع فيه أطياف مختلفة يصل إليها مجموعات مختلفة من رموز مجتمعية. فدول أيضا الرموز اللي هم النجوم الفنانين والدراما إلى والأدب إلى آخره كده. نجوم الرياضة حتى زي ما احنا شفنا في أحد اللاعب الكرة القدم اسمه مسعود أوزيل، لما وقف موقف علشان ما حدث لليغور في الصين، وكيف عانى، حتى دلوقتي النادي بتاعه باعه لنادي اخر، لكن هو كان ليه موقف من اجل دعم هذا الشعب او هذه الاقليه اللي موجوده هناك. الجاليات السوريه اللي بنتكلم عنها، سواء كانت في مستقره في دول غنيه، ودول كتير مش قليلين، في المانيا، في بريطانيا، في الدول العربيه، في بلجيكا، في هولندا، في امريكا، في كندا، لان كلهم دور، كلهم رؤيه مختلفه، لانهم عايشين في بحبوحه من العيش ومستوى غير عادي من الحريات والتقدم التكنولوجي والتقدم العلمي. هؤلاء مسؤولين ايضا عما يحدث هناك. حتى انا بقول ايه؟ بقول حتى ابناء الشعب السوري من النازحين فيهم قدرات داخل مخيمات النازحين، وفيهم قدرات عند العايشين داخل مخيمات اللاجئين في تركيا وفي الأردن وفي تركيا والأردن ولبنان إلى آخره. فهؤلاء الناس لابد نحن نعرف نعاملهم على أنهم يعني موارد بشرية متقدمة فكريا وعقليا إلى آخره. وبعد ما كده نرجع لابناء الجاليات العربيه اللي موجوده في العالم من المهاجرين في كل دول العالم، دول اللي ما عندهم حريه اكتر من بعض دول اخرى. وبعدين بقى كده اخيرا وليس باخر، اللي هم نجوم منصات التواصل المجتمعي اللي احنا بنلاقي ان النجم منهم عنده 5 مليون و10 مليون و20 مليون و30 مليون و40 مليون. طب بيعملنا ايه دول؟ لازم ارفع الوعي المشاركين معي او المتابعين ليا وعلى القضايا الانسانيه اللي بتحدث لسوريا وغير سوريا، سواء كان سوريا، سواء كان اليمن، سواء كان اليوغور، سواء كان الروهينجا، سواء كان ما يحدث في الكونغو الديمقراطيه، سواء ما كان يحدث في جمهوريه وسط افريقيا، وكل الدول اللي فيها التصحر والجفاف وكل هذا الشيء. فلابد هؤلاء النجوم والرموز من صوت مجتمعات، وده شيء تطور حديث في القرن 21 نستفيد منه. انتم جزء من المشكله وجزء من الحل كده. فاحنا كلنا مسؤولين عن ما وصل اليه الشعب السوري، ولا استثني من احد، حتى انا شخصيا، ولما كان عندي مؤسسه كبيره كما كان من قبل، انا بحمل نفسي مسؤوليه كذلك معهم. الشريحه اللي بعد كده، انا حابني الحل على ثلاث قواعد، عشان كده انا قلت في الاول خلي بالكم. هنسيب بس أقول كلمة في الأول، من ينكر
من ينكر، من ينكر ثلاث مرات فضل وقيمة وقامة ما قدمه الشعب السوري أو أهل الشام للحضارة من مستوى العالم في العلوم وفي الثقافة وفي الأدب وفي الدراما وفي الشعر وفي كل هذه الأشياء في العلم والعلماء، فهو جاحد أو هي جاحدة. هذه الشعوب أنشأت حضارات تمتعت بثقافتها وأخلاقتها العالم كله قبل أن تنشأ دول لم تكن مذكورة في الماضي. فلذلك جاحد من ينكر فضل شعب الشام أو شعب سوريا بالذات أو شعب اليمن أبو الشعوب العربية فيما قدموه للإنسانية في عصرها الأول قبل أن يقوم قائمة من ليس لهم تاريخ على ظهر المعمور. أرجع ثاني للحديث بس لندين أنسيتك في المقدمة. في قواعد فلاسة حبني عليها الحل بتاعي، وطبعا أنا قلت لكم في الأول أن الحل ده مش هعجبكم لأنه هو رأيي ممكن تستغنوا عنه ما عنديش مشكلة. إن فلسفة هذا الاقتراح قائمة على الاعتماد على ثلاث ركائز أو ثلاث قواعد أساسية، أرجوكم خشوا على اللي هي الزوم. أولها القائمة على مبادرات وتكتلات من أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج. الحل سوري، الحل سوري، الحل مش هيكون مصري ولا أوروبي ولا باكستاني ولا أفغانستان، لا الحل سوري نمرة واحد. الثانية قائمة على الاعتماد على تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بكافة تشكيلاتها بعد أن عجزت الحكومات والمؤسسات الحكومية في إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة. نمرة اثنين. القاعدة الثالثة القائمة على الاعتماد على الشباب، أنتم في كل مكان وفي كل زمان، الشباب من أبناء الشعب السوري ويساعد الشباب من أبناء الشعوب الأخرى. يبقى الأولى اللي هي مبادرات قائمة على مبادرات وكتلات أبناء الشعب السوري في الداخل والخارج، الثانية قائمة على الاعتماد على تكنولوجيا التواصل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بكافة تشكيلاتها بعد أن عجزت الحكومات والمؤسسات الحكومية في إيجاد حلول لهذه القضية الشائكة، الثالثة قائمة على الاعتماد على الشباب من أبناء الشعب السوري. فبينما أنا بس حاجة بس للحكومات، فبينما يعاني ويموت العديد والآلاف من أبناء الشعب السوري بالداخل والخارج، لا تنشغل هذه الحكومات اللي نتكلم عنها ومؤسسات الحكومية فقط بالقضية السورية، عندها قضية تانية. هتلاقي في ترتيب الأمم المتحدة اليوم القضية السورية نمرة واحد، بعد شهر هتلاقي القضية السورية نمرة ثلاثة، القضية اليمنية تطلع المحبة، وهكذا. بيحصل تدوير في على حسب رغبة المانحين وعلى حسب حجم الكارثة التي تتعالى على الشعب السوري أو اليمني أو اليجوري أو إلى أي شعب آخر. فبنام يعاني ويموت العديد من أبناء الشعب السوري بالداخل والخارج، لا تنشغل هذه الحكومات مؤسستها فقط بالقضية السورية بل بقضايا أخرى عدة. فإن لم يستطع أبناء الشعب السوري، نقع المسؤولية بقى هنا مرة ثانية، الشعب السوري على إيه؟ تكامل، الجلوس للتكامل في وضع رؤية متناسقة ومتكاملة للخروج من هذه الأزمة، فلن تستطيع الحكومات المنشئة هذا لهم. زي ما يقول المثل العربي، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. فلن تستطيع الحكومات المشتغلة مؤسستها من فعل هذا الأمر، وستصبح القضية السورية رديفة للقضية الفلسطينية اللي بدأت من 36 و48 إلى الآخر، مش لقينا أي حلول نتكلم عنها. طيب، وهذا ما يحدث دائما في مناطق الصراعات المسلحة ومناطق الكوارث الطبيعية الكارثية، ولا تجبر أحداث هذه المناطق إبناء هذه الأوطان للجوء للخارج، ومن ثم لا يستطيعون العودة مرة أخرى للوطن مرة أخرى. لما ننظر، قد يقول البعض منكم أن هذا الحل حل غير عملي بقى، وحيقعد يوجع عليها دماغنا ويقول وكذا إلى آخره. إحنا ما تعلمناه وشاهدناه من خلال التعامل مع قضايا مختلفة، يجعل القضية السورية لا تختلف عنهم على الإطلاق. قضايا زي ما حدث للاجئين الأتريين وهم موجودين الوقت في شرق السودان حوالي 300 ألف أو أكثر أو أقل منذ 40 أو 50 سنة، ما حدث للروهينجا اللي هم في تطهير عرقي ليهم منذ الثمانينيات أو قبل الثمانينيات وخرجوا إلى بنغلاديش، وأنا كان أول زيارة ليهم كان في التسعينيات من القرن الماضي،
ما حدث الصوماليين انهم نزحوا او مش نزحوا، لجأوا الى كينيا في منذ اكثر من 25 سنه او 30 سنه، وما حدث في فلسطين طبعا نعرف في الدول المجاوره ليها. فعلينا في هذه المره ان نقدم اولويه ماذا؟ الاعتماد على فعاليات وقدرات اصحاب الحاجه، اصحاب القضيه من الشعب السوري او الشعب اليمني الى اخره، ولا نعتمد بالدرجه الاولى على الحكومات والمؤسسات الحكوميه الاجنبيه، لانهم متشغلين بملفات كثيره 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 كثيره. وما ضاع حق وراءهم مطالب، وما ضاع حق وراءهم مطالب، وما ضاع حق وراءهم مطالب. فلا بد من التعايش. احنا بنتكلم بقى، هذه رساله لابناء الشعب السوري وغيره من ابناء الشعوب الاخرى اللي بتعاني ما يعانيه ابناء الشعب السوري. لابد من التعايش بين كافه مكونات الشعب السوري في الداخل والخارج، سواء مقيمين او نازحين او مهاجرين ويرغبون في العوده، من اجل بناء متكامل للمجتمع السوري واستعاده حقوق الانسانيه. إن لم يحدث هذا التكامل بين الفصائل، بين الايه، بين التوجهات والمؤسسات المختلفه الفكريه الى اخره، فلن نستطيع ان نقدم حل لهم. ولا بد ايضا من وضع في داخل هذا الحل، لابد ان نضع خطه وطريقه عمل لمحاربه الطائفيه اللي بيغذيها بعض المانحين والفساد والتطرف والارهاب. يعني في ظل التكامل اللي بكلم عنه ده، لابد من وضع برامج لمحاربه الطائفيه والتطرف والارهاب والفساد. خطوات الحل اربعه وبسيطه جدا، لكن مش هتقبلوها انتم، انا متاكد من كده. احنا انا بتكلم ايه؟ بتكلم عن ايه؟ عن شيء يعني نظري. خلاص ده رايي، يعني تاخذوا بيه او لا تاخذوا بيه، ربنا يسهل علينا جميعا. اول حاجه نستفيد ونكثف من خلال التواصل الاجتماعي للجميع. يعني بدل ما نقعد على الفيسبوك والتويتر والانستجرام والتيك توك ومش عارف ايه تاني، البوك بوك وكذا، نقعد على هذا الامر لكي ننشر قضيه لرفع الوعي المجتمعي على مستوى العالم لقضيه الشعب السوري او الشعب اليمني او الاخر. ما نقعدش نشتكي. انا متاكد ان كتير جدا من الشباب بيقعدوا باربعه وخمس وعشر ساعات كل يوم على السوشيال ميديا عشان يعملوا تشاتنج او يتكلموا مع بعضهم بعض. نمرة اتنين، نبني تحالفات بين كل مبادره سوريه او كل مبادره يمنيه لكي تتحول هذه التحالفات من هذه التحالفه الصغيره او التحالف الصغير الى كره التلج فيما بعد. تحالفات بين مبادرات مختلفه ومؤسسات المجتمع المدني المحليه والدوليه. الانسانيه والحقوقيه وغرضها في المؤسسات، لان انتوا اللي عندكم الماده، انتوا اللي عندكم الارقام والحقائق اللي بنتكلم عنها. نمرة ثلاثة، نستفيد من خبرات ابناء الشعب السوري في كل مكان في العالم، سواء كانوا من النازحين في الوطن السوري في الداخل، او من اللاجئين في الدول المجاوره، او من المهاجرين الى دول الغرب والدول الشرق كذلك. نستفيد في كميه من الخبرات الغير عاديه لابناء الشعب السوري التي ان وضعت في مكان واحد لوضعت الاف الحدود لقضيه الشعب السوري او قضايا اخرى مثلها. النمره اربعه، نستفيد من مؤسسات الضغط على الحكومات. يبقى انا كل الاربع نقاط دول اتكلمت فيهم عن الشباب، وكنت عن مؤسسات التواصل الاجتماعي، وكنت عن مؤسسات المجتمع المدني اللي انا بتكلم عنه. لان انا بتكلم عن الحكومات، الحكومات دائما دائما ما تكون حلولها مشروطه بالمصلحه البلد والدوله. لكن لو اتفق ابناء الشعب السوري وغيره باطيافهم المختلفه على رؤيه واحده، سيصدع لهم او سيستمع لهم الجميع. وده هياخد يعني هياخد سنوات، مش وهياخد يعني قدح فكري شديد، مش بس مجرد ان شيخ يتكلم كلمه في خطبه او واحد يجيب لك مليون من هنا او مليون هنا ونوزع علينا حبه بطاطين وحبه كذا. لا، الموضوع اكبر من هذا. اننا في داخل هذه الحلول نبني الثقه ما بين ابناء الشعب السوري سواء كان في الداخل او الخارج، واصحاب المبادرات واصحاب الحلول. فالحل الذي نصب إليه لا يمكن أن يكون إلا سوريا وبتعاون دولي. طبعا مش هننكر المجتمع الدولي، تعاون دولي. الحل العسكري ما أعتقدش هنوصل ليه في أي نتيجة لتحقيق السلام وإرسال الاستقرار والأمن المستدام لصالح أبناء الشعب السوري.
وهنا أصبح في دور تاني على مين؟ على أبناء الشعب السوري. من مين؟ من الحكماء الممخمخين اللي بيتكلموا، أصبح عليهم دور واضح وجلي لتغيير استراتيجية تفكيرهم، تغيير استراتيجية تفكيرهم لكسب أكثر قدر لبناء المستقبل. نابد أن نجعل من هؤلاء الحكماء أو من يدعون الحكمة، أن نجعل منهم المؤطرين لبناء مستقبل سوريا وحماية أهلها والانطلاق بها في طريق ما يمكن تحقيقه من العزة والحرية والكرامة والعمل وبناء مؤسسات مجتمعية قوية تلبي طموحات وأحلام الشعب السوري. أنا اتكلمت عن جزء، هو جزء من الحل، خمس حلول أو خمس فكرة اللي اتكلم عنه في الأول، اللي هو الحكومة واللي هو المؤسسات الحكومية، مؤسسات دولية والمؤسسات إيه، المجتمع المدني. اتكلمت هنا عن مؤسسات المجتمع المدني والأفراد اللي هم من الشعب السوري في الداخل والخارج. فمن أراد أن يبني وطنا فليقدم، اسمعوا بقى الحاجات دي، ودي أنا ما زلت أتذكر في جلسة في أعتقد أنطاكيا، إما في آخر 2017 أو في 2018 اللي أدري بالضبط، حينما قلت للحاضرين علينا أن نتعايش مع بعض، قامت الدنيا ولم تقعد. أنت بتعمل كذا وأنت عندك أجندة، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش انك تخون اي حد بيقول لك تعايش مع جارك، بيقول لك ان الشعب السوري اللي جاي من حلب تتعايش معه وانت من ابناء ادلب. السوري اللاجئ اللي موجود في تركيا او في الاردن او في لبنان وراجع تاني هيرجع مختلف، مش هيرجع هو نفس السوري اللي انت عارفه، حتى لو انت تعيش معاه. فمن اراد ان يبني وطنا فيقدم المغفره، أنا مش شايف حتى الفول دي، المغفرة مش شايف النقطة دي. نزل المربع اللي فوق ده يا محمد، مربع الأسود ده على الكلام محمد. محمد أنا شلته خلاص. ومن أراد أن يبني وطنه فيقدر المغفرة، مبدأ المغفرة التصالح، زي ما حصل في جنوب أفريقيا، اللي هو التصالح. جنوب أفريقيا عاشت في دم، رواندا 950 ألف شخص اتقتلوا في أقل من سنة، ودخلوا اللي هو المغفرة والتصالح مع بعضهم والتكامل والتعاون والتنازل عن الأهواء الشخصية ومصلحة الحزب والفصيل والمجموعة الدينية. يعني لما نتكلم إحنا عن رواندا وعن جنوب أفريقيا وعن ليبيريا وعن 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 إن هم يعني طووا صفحة الخلافات علشان يبني مجتمع، إحنا مش قادرين نطوي صفحة الخلافات عشان نبني مجتمع، وإن لم نستطيع أن نطوي صفحة الخلافات لبناء المجتمع فلن نستطيع أن نبني مجتمع. دي نمرة واحد في الخاتمة أو رسالتي في الخاتمة. الوطن اللي احنا بنبنيه يجمع ولا يشتت. إن أردت أن تشتت في الوطن مجتمعات مشرزمة فأنت لست وطنيا. الوطن يجمع ولا يشتت، يجمع ولا يشتت، يعلي ولا يخفض، يبنى ولا يهدم، ويحب ولا يكره. من كره الوطن فهو كره جزء من دينه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم تمنى دايما لما هاجروا من مكة إلى المدينة كان يئن حنينا إلى مكة، وده جزء من الشخصية الإسلامية والمؤمنة. وكذلك صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك حواري عيسى عليه السلام، وكذلك 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 أبناء بني إسرائيل لما راحوا من مصر وشافوا شظف العيش والذل والمهان على يد فرعون وملئه، وهجروا وهربوا فرينا من فرعون وربنا نجاهم إلى أن وصلوا إلى بر الأمان. كل هؤلاء كانوا يحنوا للوطن اللي هم عايزين يروحوا له. فالوطن يجمع ولا يشتت، ويعلي ولا يخفض، ويبنى، يبنى الوطن، يبنى، ومن هدم الوطن فهو خائن، يحب ولا يكره. الوطن يسير في دمائنا، دعوها قاعدة، قاعدة الوطن لابد أن يسير حبه، أو يعني يسير حبه في دمائنا، يسطر همسنا، يرسم حلمنا ليصنع مجدنا. أولها تاني، الوطن يسير في دمائنا، يسطر همسنا،
يرسم حلمنا حلمنا ليصنع مجدنا، يسير في دمائنا يسطر همسنا، يرسم حلمنا ليصنع مجدنا. ده كلام أنا كتبته في 26 يناير 2014. فليس كافيا، آخر كلمة أنا هقولها لكم يا شباب، ليس كافيا أن نعيش داخل الوطن، بل على الوطن أن يعيش في داخلنا، بل على الوطن أن يعيش في داخلنا، فنحلم له ونفكر من أجله ونسهر على راحته وبناء مستقبله والمحافظة على مخدراته ونشر الوعي المجتمع فيه وبناء مبادئ العدالة والإخاء والحرية والمساواة لكافة أبناء وأطياف هذا الوطن نحن نتكلم عنه. فنرجع مرة أخرى نقول إيه، أنا حينما رأيت الصور ما حدث للشعب السوري من أبناء الشعب السوري في الماضية في منطقة إدلب، استهجنت نفسي وما أقوم به. ولذلك ما قلته اليوم هو جزء من تحملي لمسؤولية إبلاغ رسالة حاجتنا للوقوف إلى جانب الشعب السوري وشعوب أخرى، وليس فقط الشعب السوري وشعوب أخرى كما ذكرت الشعب اليمني وأبناء الروهينجا وأبناء اليوغور وأبناء كونغو الديمقراطية التي تسرق جهارا عيانا، أغنى دولة في العالم وكونغو الديمقراطية، واللاجئين اللي موجودين في تشاد من دارفور ومن وسط أفريقيا ومن الكاميرون ومن نيجيريا إلى آخره. إحنا مش عارفين، اخرجوا واعلموا ما يحدث للشعوب في أماكن مختلفة، سواء كانت هذه الشعوب شعوب مسلمة أم شعوب غير مسلمة. واليوم لما بلغت بالنسبة لقضية الشعب السوري الذي يعاني منذ أكثر من 10 سنوات مما يحدث إليه، ونحن نغفل ذكره وننشغل عنه كما ننشغل عن الشعب اليمني والشعوب الأخرى. جزاكم الله خيرا، وإن شاء الله يوم الخميس نلتقي في هذه المحاضرة باللغة الإنجليزية إن شاء الله، next Thursday إن شاء الله we'll meet in the English version of this talk إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك دكتور هاني، الله يبارك فيكم. فيكم إن شاء الله. جزاكم الله خير. ممكن مداخلة دكتور هاني؟ والله إحنا قفلنا دلوقتي، لأن ما لو عايز مداخلة بعثنا، إحنا قفلنا الزوم. أنا ما زلت على الزوم. تفضل، ما فيش مشكلة. جزاكم الله خير على حمل الهم السوري وما قصرتم، وشكرا لكم. لكن أنا باعتقادي يعني المشكلة أعمق من أن يكون حلها في 4 خطوات سهلة من ضمنها التواصل عبر مواقع التواصل والأمور هذه. المشكلة معقدة جدا، وصلت إلى مرحلة من التعقيد، يعني لا يمكن أن يعني تحل بشكل محاضرات أو لقاءات عابرة مدتها ساعة أو ساعتين. يوجد يعني مأخذ خطير على ما تكلمتم في بداية المحاضرة، أنه نعم نحن مجرمون. أستاذي الكريم، هذا إقرار بلا استخدام أي وسيلة تحقيق مخابراتية عربية. كيف نقر بهذا ونحن نحن الضحايا ولسنا المجرمون؟ نحن ضحايا الأنظمة العربية كلها، نحن ضحايا الأنظمة الغربية. نعم. الأنظمة الغربية التي عاثت فسادا في سوريا تحديدا وفي المناطق المحررة، نحن ضحايا المنظمات الإنسانية بين قوسين التي عملت في المناطق المحررة في سوريا واستخدمت معلومات الأهالي السوريين للتحكم بالقرار، لتوجيه الناس، اتخذت هذه المعلومات مصدر قوة لها وليس لنا. فنحن لسنا مجرمون، نحن ضحايا وهم المجرمون، وهم الذين يجب أن يحاسبوا. هذه نقطة خطيرة جدا، لا ينبغي أن تمر بهذه السهولة. الله يجزيكم خير، يعني نحن نقدر لكم هذا الهم الذي تعيشونه، لكن صراحة يعني الموضوع فعلا فعلا معقد. كيف لشاب سوري يعيش بين قرى علوية
خلينا نقول يعني أنتم ما عشتم هذا الهم. نعم. يكون جاري العلوي بعيد عني 20 متر 30 متر وفجأة تحول إلى وحش ويدخل إلى بيت عمي ويقتله أمام أولاده. نعم. كيف نصل إلى مرحلة الغفران ومرحلة المسامحة بعد أن وصلت الدماء لهذه الأرقام؟ هذه النقاط يعني صعبة جدا، حتى يعني لا يمكن أن نتخيلها ونحن جالسون أمام هذه الشاشات. ويعني جزاكم الله خير. أنا سعيد جدا بهذا، وكل ما أقوله إن إحنا بنحاول نحرك مسيرة رفع الوعي عند الناس، إن كل حد فينا له دور. أنا ما قلت أنا ما قلت نحن مجرد نتكلم عن نفسي أنا شخصيا، أنا طبعا أحد الناس اللي يعني أعوذ بالله مشان الكلمة دي، إن كان لي الشرف من 2011 إن أنا أتواصل مع كل المؤسسات الحكومية في العالم العربي، من الجامعة العربية والمؤسسات الحكومية الأخرى زي اليو إن، عشان نرفع الوعي للقضية السورية من شهر يوليا 2011، وعملنا ورش عمل إلى آخره إلى آخره. لكن زي ما أنت قلت الموضوع أكبر من حجمنا، وفي أماكن إحنا مش هنعرف نحرك فيها حاجة. فلا أنا بتكلم عنه دلوقتي، أنا بناقش جزء آخر اللي هو ممكن نعمله، ممكن يأثر تأثير إيجابي على الحكومات. صحيح أنا موافق معاك 100% على اللي هو تعقيد المؤسسة، تعقيد المشكلة، وهم بيعقدوها أكتر وأكتر 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 من أجل أشياء سوريا غنية. إخواننا أنا هدفي وهمي، بس قبل ما أنهي الكلام، سوريا وكل دولنا العربية غنية بطريقة غير عادية، ولكن نحن كشعوب غير قادرين وغير فاهمين على عمق أو قيمة الغنى الموجود في بلادنا. فلذلك من يريدون أن يأتوا مثل هذه البلاد هم يأتون لسرقة هذه البلاد. وكلنا تحزبنا زي ما أنت حضرتك قلت، تحزبنا وتشرذمنا وقسمنا، هيسهل كتير جدا. يعني أنا أديك مثل، إن مثلا لو أنا يعني إيه القضية بتاعت الكونغو الديمقراطية، أصبح فيه 75 مجموعة مسلحة، كل مجموعة ماسكة قطعة من أرض أغنى منطقة في العالم، وكأنها 75 حكومة داخل الوطن الكونغو الديمقراطي. ليه؟ لأن الكونغو غنية بطريقة غير عادية، والذين يسرقون هذه البلاد هي دول كبيرة معروفة، وكل يصمت لأن كل مستفيد. فلذلك أنا ندائي النهاردة أقول، لذلك أنا قلت لكل ما قلت النهاردة، في الغالب هم الناس مش هيستسغوه، لأنه يعتبر شيء ليس الناس هتعتقد مش عملي، إن احنا على الأقل قد نتحكم في ما نستطيع أن نقدمه، اللي هو ما نستطيع أن نقدمه. لأن في 10 سنوات كل هذه المؤسسات عجزت طوعا أو عجزت كراهية عن إيجاد حل لقضية الشعب السوري، فلابد احنا نعيد تفكيرنا مرة أخرى كيف نواجه هذه القضية. أنا مش بقول حل سحري، ولا عندي قرآن، ولا عندي الكلمة دي، ولا عندي حديث، ولا عندي إنجيل، ولا عندي توراة. لا، أنا بقول للناس تنظر لمقدراتها وقوتها اللي ممكن تتحرك بيها فقط، مش أكثر من كده. وقد لا يستسيغ الناس ما أقوله، ما فيش مشكلة، أنا مجرد هو اجتهاد، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن اجتهد وأخطأ فله أي أجر. وجزاكم الله خير. أنا سعيد جدا يا أخي الفاضل إن أنت قلت لي، وأنا بفرح جدا جدا بأي انتقاد إيجابي أو أي انتقاد سلبي ليا. ربنا يبارك فيك ويخلف عليك انت والاخوه اللي والاخوات اللي كانوا معاك، ونراكم ان شاء الله ونتعلم منكم ان شاء الله، لان انا ما استطيع اعيش ولا اقف واجتهد من اجل شعب انا بعشقه اللي هو الشعب السوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.